بناء سوق واقف في موقع سوق الدوحة التجاري القديم اللي بيعود لقرن من الزمان على ضفاف وادي مشيرب. بيجسد السوق حقبة قديمة بسبب مبانيه المكسورة بالطين، لكنه بيضل مركز للنشاط، وتجسد الأزقة المتعرجة لسوق واقف مشهد ناطق بالحياة التقليدية في الشارع. ورح نحكي لكم عن أبرز الأسباب اللي بتخليكم ما تضيعوا فرصة زيارة سوق واقف. السبب الأول هو حمل الصقور، خصوصاً وأن الصقارة رياضة تقليدية في قطر، وسوق واقف هو موطن لسوق الطيور، وهناك ممكن كمان تشتري الصقور من السوق، وفي بالسوق مستشفى مخصص بيعالج كل الصقور المريضة. التعرف على اللؤلؤ وأنواعه هو السبب الثاني، لأنه قطر كانت مركز لصناعة اللؤلؤ في الماضي، وفي متجر اللؤلؤ الموجود وسط متاجر بيع الأعمال اليدوية. من الممكن التعرف على فن صيد اللؤلؤ ومشاهدة العديد من أنواع اللؤلؤ الأبيض والوردي والرمادي. بعد اللؤلؤ من الممكن انعاش الحواس والاستمتاع برائحة التوابل المنبعثة من أكياس الخيش، كونه يعتبر هذا المكان المناسب للنكهات العربية النادرة المتنوعة بين حبوب التوابل أو التوابل المطحونة مثل الزعفران والزعتر والسماق والزهور المجففة والليمون الأسود المجفف وأنواع عديدة من التمور والعسل وأوراق الشاي وحبوب القهوة.